لو شو ديال سعد المجرد جا من بعد ما دوزنا مجموعه ديال العروض فكاهيه مع مجموعه ديال الشباب. دابا بغينا نجربوا شي حاجه جديده، وكانت الفكره عندي ديال انه ندير شي سهره غنائيه. وقلنا علاش ما نديروش مع سعد المجرد، لان اول حاجه صديق، ثاني حاجه انا فان ديالو، ثالث حاجه هو باغي يغني في بلادو ويدير شي حاجه اللي تليق بالمغاربه ويعجبهم الحال. دونك اقترحنا عليه الفكره ورحب بها، وزعما حنا خدمنا وفرنا، حاولنا نوفروا كل شيء باش العرض ان شاء الله يكون في اعلى مستوى. وزعما فريمون ما بخلناش على العرض من ناحيه التقنيه سورتو بزاف، لانه داكشي اللي غادي يكون زعما تنظن بان الناس غادي تستمتع بالموسيقى في ودنها، وغادي تستمتع كذلك بعينها ان شاء الله. الجديد ديال طاليس هو مجموعه ديال الاعمال الفكاهيه، اللي هي الحاجه الوحيده اللي تنعرف ندير هي نحاول نضحك الناس. ما عندي مجموعه ديال لي سبيكتاكل، غادي لونسي سبيكتاكل ديال باسو اللي سميتو بوركينا باسو، غادي نكمل سبيكتاكل ديال رشيد رفيق، رشيد غفيق اللي غادي تلعب في اكادير وفي الرباط وفي مدن اخرى، غادي لونسي كذلك سبيكتاكل ديال يسار، يسار كوزي، غادي لونسي كذلك، غادي نكمل لا تورني ديال سبيكتاكل ديالي، غادي لونسي اوموراجي ان شاء الله اللي غتبدا لو 26 فيفري، غادي لونسي كاستينغ تنقلب فيه على المواهب الشابه في المغرب اللي غادي يدخلوا ويلتحقوا بالمجموعه ديال اوموراجي. وعندنا كذلك الجزء الثاني ان شاء الله ديال سلسله الخواسير، عندنا كذلك فيلم سينمائي، اول فيلم كوميدي اللي غيكونوا مجموعين فيه هاد الفكاهيين الشباب اللي ذكرتهم كاملين ان شاء الله. اتمنى انه غيكون فوق الجزء ديال الثالث، بصحة الخبر لا 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 اساس له من الصحه، هذا الخبر باقي ما كاين حتى شي حاجه اوفيسيال. فوالا هادشي اللي كاين. كلمه للايام، غتقدم الجمهور ديال الايام، تمضي الايام وتمضي الايام وتبقى دائما الايام هي رقم واحد.